الغنوة بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك اكذب عليك، اكذب عليك، اكذب عليك، اكذب عليك. اربعة. عارفة ده معناه ايه؟ ايه بقى؟ معناه ان اتزنقت في اللحن عادي، مش حاجة. كمل بقى تقول لك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه، اكذب عليك عادي تحصل، مفيش نصيب، اصل الحب ده قال حبني خد لك ريال، قال المحبة مش بالحيال. واكذب عليك لو قلت نسيتك همسة، اكذب عليك. لا يا ستي مصدقك. امال انا ايه؟ كدابة. قول لي انت انا ايه؟ لا دي مصممة بقى. طب انا هقول لك هتزعلي. اختار لي بر وانا ارسى عليه. اجمالا كده دي واحدة مش عارفة تكتب. انا شخصيا قعدت فترة طويلة جدا بحاول اجمع اشهر الجمل اللي لما تتقال من شخص معين يبقى اتاكدي انها كده، زي مثلا كدب الستات. لا لا لا، الستات ما بتكدبش خالص. لا ودي اول كدبة. اشهر كدبة في تاريخ الستات اللي هم لقوها غالبا مرسومة على كهوف البوتيكات القديمة البدائية اللي هي كدبة ماليش انا كويسة. يا خبر، الكدبة دي فخ. لا لا لا، خد بالك لو هتصدقها وخدت كلامها ده ثقة وتعاملت على انها كويسة وعديت الموضوع سنتك مش هتعدي. طبعا في الكدبة بتاعت حبيبي خمس دقايق وابقى جاهزة. خمس دقايق لما تقول لي كده انا بطمن، عارف ان انا ممكن اقوم اعمل حاجة خفيفة كلها، اخد دش، نام ساعتين، ممكن اغسل العربية، اصلح الازاز الوراني اللي ما كانش بيقفل بقاله فترة، اكمل الدكتوراه بتاعتي اللي عطلانة بقالها سنين، ممكن اطلع بالدور الثالث في شقة مدينة نصر، ارمي خرسانة بتاعت الدور اللي بعده، والبس هدومي وارجع استناها نص ساعة تحت البيت وبعدين نمشي. خمس دقايق. يا عينك يا جبايرك. لما الست تقول انا هبدأ دايت من بكرة، لما تسمعي الجملة دي اعرف ان خزين النهاردة بتاع الشهر كله بالسلامة، بالزيت، بالرز، بالسكر، الكدبة دي بيجي وراها لطخ استهلاك كميات اكل خزعبلية بدون وعي، حلو وحادق ومزز وحرش ونواشف ومحاش كله، انا بجري من وشها لما بتقولي الجملة دي، اللي ناية شايفاني في ساعتها جمبري مقلي راس وديه. معانا بقى شوية نسريات صغيرة كده خدي عندك، اللي هو لا لا انا نسيته من زمان يعني، لا لا ما عنديش اي مشاعر ناحيته خالص. حيوان. او انا عمري ما قلت كده. اغير. انا عمري ما غير. شوف كدب. طب يعني هو الرجاله ما بيكدبوش؟ لا بس هو كدب الرجاله بقى يعني بيختلف عن كدب الستات، بيكدبوا برضو بس هم اصلهم حبايبي بيبقوا طيبين وذكائهم متوسط، فعلشان بيحبوا يجيبوا من الاخر عندهم كدبه بتلم الكدب ده كله جواها، اللي هي انا عمري ما كدبت عليكي. خلاص دي اكبر كدبه. وفي الكدب بقى اللي بيمشوا بيه حالهم، ايه ده شكلك يجنن النهارده ما شاء الله. والكدبه بتاعت طبعا بحبك، طبعا تلاقي العين فيها حاجه كده، طبعا. او لا طبعا انت مش تخينه خالص، انت كيرفي بس. تخينه مين انت؟ طبعا احلى 100 مره من صاحبته الجديده الرفيعه الشقره السكره المقرفه دي. طبعا الملص من العلاقات بشياكه له كدبه الخاص، عارف لما الرجاله تعوز تملص في اخر العلاقات وبتاع، اشهرها بقى اللي هو ايه، بس احنا برضو هنفضل اصحاب، او انا بعمل كده لمصلحتك صدقيني، او مثلا يقول لها اوعي تفتكر ان انفصالنا ده سهل عليا، ده هيوجعني اكتر ما هيوجعك. واد يا حساس. الحاجه الوحيده اللي وجعاه في اللحظه دي هي الفلوس اللي صرفها على العلاقه في الخروجات والهدايا. في الجواز بقى كدب الرجاله بياخد شكل اكثر احتراما، فتلاقي الكدب عامل ازاي، اللي هو الاكل كان يجنن، البطاطس تحفه، دي سبانخ، السبانخ تحفه، اللي هي مش بطاطس دي تحفه. وفي بقى كدب حقن الدماء، لا لا طبعا ما كنتش ببص عليها، بص على مين، هكون فين يعني يا حبيبتي، في الشغل طبعا، او فلانه دي لا لا دي مجرد واحده بعطف عليها كده، بعطف عليها على الواتساب. في بقى كدب الابهات والامهات على الولاد، مبدئيا اي جمله بتبدا ب انا لما كنت قدك اللي بعدها بيبقى كدب وش. وفي الكدب بتاع الابتزاز العاطفي بتاع بابا وماما، اللي هو انا طول عمري بطلع اللقمه من بقي واديها لكم، ايه القرف ده؟ طب بلاش تقول لنا يعني، هو انت مربي بطريق؟ او مثلا ايه ماما لما تقول لا لا الاكل خلص خلاص 3 دقايق بالعدد، الكلام ده بتقوله وهي لسه بتقطف الملوخيه من الغيط نفسه وبتصطاد سمان عشان تسلقه، تغير الانبوبه. في بقى العكس، كدب الولاد على باباهم ومامتهم، اللي هي نسيت، ما روحتش الدرس ليه؟ نسيت. طب ما دفعتش للمدرس فلوس الدرس ليه؟ نسيت. طب اخدت الفلوس مني 6 مرات ليه؟ مش عارف، تقريبا نسيت حاجه كده. ماشيه في كل حاجه دي جوكر. وطبعا اشهر كدبه عند الولاد اللي هي ما سمعتكيش وانت بتنادي، كذاب، الجيران كلها سمعت ماما وهي بتنادي. في بقى الكدب التكنولوجي، يعني وانت بتنزلي برنامج، بتسطبي حاجه، بيكتب لك قريت ووافقت على الترمز والكونديشنز بتاعه مش عارف ايه وتمام، تخبطي اكسبت خلاص، ولا قريتي ولا اي حاجه، مفيش ولا نيله، انا اي اجري يريد يو اجري اي وشوف يا صلاح انا موافق يا صلاح. برضه لما يقول لك كلمتك ما ردتيش، لا ايه ده انا ما شفتش مس دي كول منك،
معقوله احنا بنقعد نفل الموبايل ما شفتيش ميس دي كول منه هو ليه؟ او لا اصل الشاشه مكسوره فبعمل بتاع فما بيتاتش بقى انت على الله يحرقه. يا خبر شوف انت متصل لسه كنت هكلمك لسه كنت سبحان الله القلوب عند بعضيها لا صوته رفع كده او سين لا مين اللي شيء ما شفتش سين لا ما شفتهاش لاقي حد من الولاد عمل سين ومشي ولا حاجه طبعا معانا بقى ايه ما عنديش شبكه او كلمتك كتير مش متاح كلمتك ليه مش متاح تعالى على اكتوبر تليفوني كان معمول سايلنت والله ما او تليفوني وقع في البحر. في بقى الكذب الاجتماعي مشهور اللي هو والله قعدتكم ما بيتشبعش منها طبعا دي بتتقال غالبا والناس بتتاوب بس والله قعدتكم بقى مش منورين والله وامشوا بقى نورتونا او تقول لك مثلا لا ما فيش تعب ولا حاجه ده انتوا تعبكم راحه وتقول تعبنا راحه وهي عرقانه وهدومها مقطعه اصلا لا ده انتوا تعبكم راحه ده انتوا لو ما شدتكوش الارض نشيلكوا جوه عنينا يا خبر ابيض كده ماشيين نفسي تباتوا معانا يومين ولا خمس ست ايام ولا ايه طب الكلام ده بيتقال والباب مقفول خلاص هي من جوه واحنا على السلم ده عارفه بقى الكلام اللي انا قلته لك ده كله والله انا قايله مخصوص علشانك انت عشان انت عارفه غلاوتك عندي ما بقولوش لاي حد عشان غلاوتك عندي والله والله واضح قوي انك كداب طبعا بقول الكلام ده لاي حد جدا طبعا الكلام ده يعني انا هرسك